إذا قلت أنه كلما ترجل واحد كان يشاركنا الغير على القطاع ويجعل مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار، إلا وشعرت بركن من أركان بيتي يتصدع. تم تكليفي اليوم بإلقاء كلمة في حق رئيس المؤسسة، أخي صديقي جاري سيدي حسن. سيدي حسن كما عرفته منذ التسعينات هو اسم على مسمى، ما يربو على 28 سنة. كان الرجل هو الذي أعرفه، صف فيه الوداد طبيعة، ولا خير في ود يرجى تكلفا، لا ينكر عيشا قد تقادم عهده، ولا يظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم جميعا وطاب مساءكم. إنه لمن دواعي الاعتزاز أن نتابع فلذات أكبادنا. بنات التلميذات، أبناء التلاميذ اللي احنا مجموعين عليهم اليوم، السيدات والسادة، أطر ضيوفنا الكرام، أطر الإدارية والتربوية بتنمية الحسن التالي. بالطبع يوم جميل جدا هذا الذي نجتمع فيه من أجل التلاميذ الذين نحن كلنا آباء، وأطر إدارية وتربوية وجمعية الآباء إلى آخره، لكي نطلب طبع جميع شيء واحد تعرف فعله هو طلب مشروب الفودكا ممزوجا بمخدر اليأس. أوقف المساء في قلبك واترك حلمك فوق الطاولة بجانب الزجاجات الفارغة وثمن البيرة. شكراً.